يا رب عاملني بلطفك إنني عبد. من أجمل الفوائد والثمرات أن تؤمن يا عبد الله أن الجزاء من جنس العمل، فمن تمام حكمة الله تبارك وتعالى أنه أجرى سنته من باب الجزاء من جنس العمل. قال ابن القيم كلام جميل قوي: لذلك كان الجزاء مماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر. أنا دايما أقول كده يا جماعة، اللي هيحصل معاك صدى أعمالك، اللي انت هتعمله هيتعمل فيه. ده الكلام ده في الدنيا، ده غير الجزاء في الآخرة، من خير أو من شر، من سبب مباشر أو سبب غير مباشر. يقول: فمن سطر مسلما سطره الله. جزاء من جنس العمل، حكيم حكم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. أقال نادما يعني واحد اشترى شيء أو باع بيع وندم، واحد مسلم وقع في غلط، ما تضحوش بقى، قلت لا يا عم أنا ما ضربتكش على إيدك، أنا ما حدش غصبك، أنت جاي لوحدك، هو ندم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين إن ده أمر قد يحدث لك، أمر وارد وممكن جدا يحصل لك في القريب، فخلي بالك. ومن أقال نادما، واحد مسلم ندم على بيع أو شراء، أقال الله عثرته يوم القيامة، ربنا يغفر لك زلتك وخطيئتك يوم القيامة. ومن تتبع عورة أخيه، تتبع الله عورته، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. ومن ضار مسلما ضار الله به. الناس فين الكلام ده يا جماعة؟ ناس الظلمة، ناس اللي بتكيد، ناس أصحاب الشكايات بالظلم والزور والتعدي. ومن شاق شق الله عليه. ومن خذل مسلما في موضع يحب نصرته فيه خذله الله في موضع يحب نصرته فيه. ومن سمح سمح الله له. والراحمون يرحمهم الرحمن. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومن أنفق أنفق عليه، ومن أوعى أوعي عليه، ومن عفى عن حقه عفى الله عن حقه. نسأل الله أن يعفو عنا، اللهم اعف عنا. ومن جاوز تجاوز الله عنه، ومن استقصى استقصى الله عليه. هذا شرع الله يا عباد الله، هذا قدر الله يا عباد الله، هذا وحي الله يا عباد الله، هذا ثوابه وعقابه، كل قائم بهذا الأصل، وهو إلحاق النظير بنظيره واعتبار المثل بالمثل. يا رب عاملني بلطفك إنني عبد تمادى في الذنوب زمانا، حارت خطايا وقد رجوتك سيدي، قد خاب عبد حين زل وهانا، قد خاب عبد حين زل وهانا.